أعزائي المشاهدين، هل أنتم جاهزين لحلقة جديدة من الميم؟ يا جماعة الخير، حياتي كصانع محتوى على يوتيوب تحتم علي اني اتابع ميمز باستمرار، لان الميمز يا جماعة تعتبر ثقافة وليست مجرد فيديوهات مضحكة. الميمز هذه صناعة، والله العظيم انها صناعة والله، وشي كذا ينمو عن ما في الخاطر ويعبر عن الذات. رهيب رهيب صراحة، الميمز ما اخذت التقدير اللي هي تستحقه من قبل الاكاديميين والعلماء. Anyhow، انا اليوم جيت عشان اغير هذا المفهوم. عندي هنا هذا المنظر يا جماعة الخير. ايش هذا؟ هذا مبلغ وقدره، رحت البنك اليوم وسحبته. ايش حسوي في هذا المبلغ؟ هذا الشيء اللي انتم على وشك انكم تكتشفونه ذحين. ناو كلنا عارفين انه انا انسان احب الميمز واحب اضحك، والضحك لما يصير كثير يقول لك مدري ايش يصير قلة ادب. لا، انا اليوم جيت عشان اغير هذا المفهوم، بدل ما يصير الضحك الكثير قلة ادب، خلي الضحك الكثير يصير حسنات. ففي كل مرة اضحك على الميمز اللي بتابعها في فيديو اليوم، راح اخذ 50 ريال من المبلغ اللي عندي هنا و اتصدق فيه. يس، هذه الفكرة باختصار. لمعلوماتكم يعني الضحك لما يزيد ما هو قلة ادب، بالعكس الضحك لما يزيد يعتبر مفيد للقلب، اوكي؟ يخلي افرازات الدوبامين عندك تصير اكثر، طبعا مش للحد اللي يصير جنون ولكن لحد منطقي، اوكي؟ فانا اليوم راح اجمع ما بين الدين والدنيا، نضحك نكسب حسنات. تحياتي صراحة، الفكرة هذه تستاهل لايكات يا شباب، حطوا لايكات على هذا المقطع، اشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين. كالعادة 1 2 3 ليتس جو. كالعادة زي دائما يا جماعة، الميمز حاخذها من حسابي في تويتر، تحصل الحساب تحت. صورة نادرة للرؤساء مع كلبهم المفضل، رئيس روسيا بوتين مع كلبه، رئيس اتوقع البرازيل مع كلبه، رئيس امريكا السابق، رئيس امريكا السابق يا شباب. عندنا رئيس الصين شي جون بينغ مع صحن شاورما. كويس انه هذه المرة شاورما مو شوربة، لانه لو شربة حط عليها الليمون كان نكب العالم بمرض ثاني. ناو الميم هذا حلو بس واضح، ولكن يحقق الحق يا جماعة الخير. احس كثير، احس اني والله بقعد ادفع فلوس يا جماعة، انا اضحك كثير. يلا ما عليكم، في سبيل الاجر يا شباب، هذه 50 ريال. يقول لك رقم 10 ما هي مطمنتني، تجي تطالع في الفريق، اها ممتاز ممتاز. رقم 10 حتى انا ماني مطمن. لا من جد على فكرة، أنا ما أعرف هذا الفريق فين، هذا الأردن ولا ما أدري إيش العالم حتى هذا اللي موجود هنا، ولكن هذه 50 ريال ثانية رايحة. يا جماعة أنا قاعد أطفر، يعني هو أطفر بس طفرة حلوة، فاهمين؟ إن شاء الله إنها حلوة يا رب. يا أخوان، أنا أبي لي واصف سجن رانيا، اللي يعرف لي موظف هناك يرد علي ضروري لو سمحتوا. سمي الغالي، أنا ولد عمي في سجن رانيا. فايز يقول وش اشتغل هناك؟ باني يرد عليه مسجون. ناو هذه حلوة بس مرت عليها من قبل في التالي، أنا ما أضحك. لما تقص أظافرك. أعرف المعاناة هذه يا جماعة، أنا قصيت أظافري أمس. مرة ثانية 50. المجموع لحد الآن 150 ريال، أوكي؟ أنت مبروك، ألف مبروك، هارد لك، أنت كسبت الجائزة 200,000 ريال دولار أمريكي. قل بسم الله ما شاء الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله سيبتله، إن الله سيبتله ولا يفلح الساهر حيث أتى. أنت مبروك كسبت الجائزة، أنت يرسل رقم الهوية والإقامة حق أنت، هذا أجنبي يرسل هوية وطنية، سعودي يرسل رقم إقامة، جيبه. لا خلاص هذا استهبال، بسم الله ما شاء الله. هذه مرة استهبال يا جماعة، هذه مرة استهبال يا جماعة. أنا الآن ما يا أخي ما أبغى أقعد أسوي زي كذا يا جماعة. إيش هو؟ ما تضحك عبد الله، ليش تضحك عبد الله؟ يلا أنا التركيب حلو. تم تحويل مبلغ الورث 52 مليون ريال، مع اني حقدت عليه في البداية لما شفته قاعد يضحك، بس لما شفت كذا فهمت الموضوع. انا ما ادري حطيت 50 ريال يا جماعة، احنا ضيعنا العد بس 250 لحد الان. هنا عندنا ايجي فيست يقول لو سمحت ام سماح تريد التحدث معك. يا ايجي فيست يا ايجي فيست يا ايجي فيست، هذه 50 ريال قيمة اشتراك في نتفليكس، لا تصدق فيها احسن اكمل استعمل موقعكم. يا الله النكتة هذي ديبي، اللي ما يفهمها ما يفهمها خلاص. بط ابن بطوطة شرم.
يا الله يا قلة الأدب. إذا غششت جروب الشعبة وبعدها تلاحظ أن الدكتور معاهم بالجروب. وقفة بطل دون الوطن درع وإحجار. الميم هذا قديم بس ما زال يضحك. يا جماعة كل الميمز اللي قاعدة تتابعها قاعدة تضحك عليها الشعبة. ايش ده يا ابو ايش ده كم وصلنا احنا كم بقول لك يلا ما تجيش تحوش يلا ما تجيش تحوش بقول لك يلا علي بقول لك ايه اوعى كده اوعى كده بقول لك يا ابن الكلب يا ابن الكلب على التخفيلة يا ابن الكلب غشيم انا ضربت جدع يا الله يا الله يقول لك خريج هندسة فورتنايت. شوف هذه حلوة هذه حلوة هذه برضو مرة حلوة. حب النكت اللي كذا موجهة للجيمرز ما أعرف ليش. مين اللي ركب المقاطع هذه مين؟ مين؟ يا الله يا جماعة تقريبا وصلنا 500 ريال. ايش ده والله جد جد انا ضيعت العدد. جزء مني مرة مبسوط صراحة رهيب رهيب المقطع لحد الان انا مبسوط فيه. ما حد لاعب في الدوري الانجليزي سجل هدف عام 2011 الاحتفالية. خلاص 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 وصلنا 700 ريال يا جماعة الخير. ترى في لقطات قاعد اسوي لها سكيب لانها تضحكني بس ما اقدر اطلعها فاهمين. يوم جو مكة جو كفار قريش عند اهل مكة قال اسمعوا صلوا على محمد قال بعض السوالف سوالف المقعدها في بيتها لها جميلة. كام هم كفار قريش كيف حيقولوا صلى على النبي ما في يا الله يا الله. الو مين معه؟ ما حد معك كلنا ضدك. ايش الو ليش قاعد اتعب انا ليش قاعد اضحك ليش قاعد اضحك والله ما يخلك والله ما يخلك والله ما يخلك اقول لك مبروك النهارده وكوز ان احنا ساعدنا المربع الزهري. هو يتكلم عربي يتكلم عربي كلمني في الانجليش. هو يتكلم عربي انا كده بترجم انت فاكر انا كده بتكلم عربي انا كده بترجم لك انجليش انجليش ماشي قول انت عايز تقول له وعليه انت عايز تقول له ايه what do you think about this match today. انت بتكلم عربي انت طيب يعني قول له رايه ايه في المباراه النهارده وهو ما لعبش والزمالك صعد للمربع الذهبي. النهارده انت ما لعبتش وصعدنا للمربع الذهبي. الزمالك اي ثينك ذس نوت امبورتانت دومينيك بلاي اور نو يو ار وان فاميلي يو ار وان تيم. انا عايز اقول لك على حاجه بس ان الواد ده من امبابه من عزب الصعايده ماشي بس مش قادر اقول لك كده you win and this is very important dominic play or no play no it's not fair today you win you go to the first now you go to the playoff I'm so happy for this ايش ده المقطع ايش احلام العصر هذه يا جماعه هذا ما هو عارف يتكلم عربي ولا انجليزي وهذا ما عارف كيف يترجم له بعدين قاعد ياكل تفاحه ويشرب بيبسي انا ما علي في فكره انك تاكل تفاحه في نص المقابله والله امشيها عادي كل تفاحه في نص المقابله مع انه شيء غريب بس امشي لك انا اللي يهمني كيف تاكل التفاحه مع بيبسي كيف غلط والله غلط والله دماغي يا جماعة هذا انا بعد ما اكل لحم وروح انام وحط السماعة كذا فاهمين اكل لحم الساعة 3 العصر وانا ماذا اللي يصير معي هذه المقاطع ايش احلام العصر هذه بوي ايش فيه امسك 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 وهذه اللهم اجعلها صدقة عني وعن امي وابوي وعن المتابعين كمان وعن مجتمع الميمز كله يا شيخ اوه هنا حصلت ميمز متركبة علي خلينا نشوف ايوه اوكي ام ويتنج فور ذا بانش لاين يعطيكم العافيه ان شاء الله اعيش وافيدكم مره كثير قبل ما احقد عليكم والجوكر باقي ما حقد على المجتمع لحد الان باقي مبسوط ماشي يو ثينك ذات كيلينج ذوز جايز از فاني رهيب رهيب يو نو ذا فيرست ثينج اباوت مي باو لوك وات هابند بيكوز اوف وات يو ديد وات ات ليد تو
ايش ذا الميم الغير مفهوم بس انا قاعد اضحك عليه تعرفوا ليش؟ لاني انا فيه، انا فيه والمقطع حقي فيه. ايش ذا يا ابويا؟ اللهم اجعلها عن امي وابويا. المجتمع الميمز كله يا شيخ بالله استمروا بدون مقاطع يا شباب. اذا رايح تخطب تسمعهم داخل يقولون حرام خلقة ربي. حرام خلقة ربي يا جماعة. اي حد بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي انت ضيعت وقتك. شوف برضو عمال لسه بيتفرج على الفيديو بيضيع وقته. مبروك يا، قلت لك مبروك مرتين، انت بتضيع وقتك ولسه برضو بتكمل الفيديو. طيب يا جماعة خلونا نسوي ريفيو للي صار اليوم. اوكي ناو انا ما اتذكر المبلغ اللي بدينا فيه ولكن خلوني ارتب هذا اللي عندي هنا. طيب اليوم ان شاء الله انه كسبنا اجر 1 2 3 4 ناو هذه تقريبا 1000 ريال. I think 1000 ريال مش بطالة، هو تقريبا في الحد اللي انا كنت متوقعه. anyhow هذا موقع المنصة الوطنية للتبرعات. المنصة هذه يا جماعة الخير اول شيء تراها منصة خيرية ودوبني اعرف عنها حرفيا، وغالبا راح تكون موثوقة لانها تعتبر منصة حكومية. anyhow عندنا هنا فرص تبرع وصدقة مرة كثيرة، زي هنا عندك العناية بمساجد الطرق، عملية زراعة، منظم ضربات القلب لمحتاج. انا بالنسبة لي هذه عجبتني مرة كثير، تعليم القرآن الكريم. الحلو في تعليم القرآن الكريم انه يعتبر صدقة جارية، يعني الناس اللي تعلمت القرآن هذه وبعدها ممكن ان هي تعلم لغيرها، فبالتالي حسناتكم مستمرة والأجر يكون مستمر. ناو خليني احط 1000 ريال اضافة. اوكي ندخل معلومات البطاقة وكذا نكون اتمينا عملية التبرع. وبرضو الان اقدر انهي هذا الفيديو، اضع لكم رابط المنصة هذه تحت اللي يبغى يعني يتبرع لهم. ناو تعالوا للهرجة اللي ابغاكم فيها، انا مهتم اني اخذ الموضوع هذا لليفل ثاني. اوكي فبحط لكم تحت في صندوق الوصف رابط في فيديوهات لي وانا بالجرين سكرين او الخلفية الخضراء، صناع الميمز كدعما مني وحبا لهذا المجتمع العظيم، خذوا المقاطع هذه وسووا عليها ميمز. اوكي وارسلوا لي اياها على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، راح افضل تويتر، ارسلوا له رابط التغريده على الخاص، واكثر ميم يعجبني راح اعطيه 500 ريال في الفيديو الجاي، بس نبغى اشياء ذات جوده. الله يخليكم صناع الميمز المحترفين، الله لا يهينكم يا جماعه الخير، الان انا من جد احتاجكم، هذا المجتمع حقي، هذا جيش محاربي الطفش اللي انا احبه. والله جزاكم خير جميعا، ان شاء الله تكونوا انبسطوا بهذا الفيديو، اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.